طب تحب اجيب لكم حاجه بقى قبل ما امشي؟ طبعا يعني كلك ذوق، مش معقول هننزل بلبسنا. يا ريت بقى طقم مايوهات. انا عندي طقم مايوهات بيكيني ليكوا. لا يا صملوتي، لا احنا مش عايزين مايوهات بيكيني، احنا عايزين مايوهات محتشمه، احنا سيدات محترمات كئيبات حزينات ركيكات شوكوزات نلبس نفس المقاسه كدابات بوكي سقامات. خلاص خلاص انا عرفت هجيب لكم. تعالى معقولة؟ أتشايزي يا أنوش. انا باخد سيلفي بس عشان ارفعها على الانستجرام. ايه ده، انت عندك انستجرام؟ بيوت. ايه ده صملوتي، انت خايف علينا؟ صملوتي ممكن تتبناني؟ يلا وقت الترفيه خلص، يلا اطلع بره. لا!